صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، غريب يا مظلوم كربلاء، لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم والمنكرين لفضلكم، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. الآية الكريمة أشارت لمسألة العقائد، يعني كأنما تريد أن تقول أن الشرائع السماوية تكفلت بحرية العقيدة. هذا أكو عالم آثار ألماني يسموه لوتار، من خلال عمله بالتنقيبات يقول قد تجد في يوم من الأيام مدينة بلا أسوار، وقد تجد مدينة ما فيها أسواق، وقد تجد مدينة ما فيها مدارس، لكن قلما تجد مدينة ما فيها معبد. يعني من آدم إلى يومنا هذا، عندما تيجي من خلال رجل متخصص بالآثار يقول عندما تدقق ما يكاد في يوم من الأيام تجد مدينة ما فيها معبد، وهذا دليل على أن ما في شعب لا يمارس الصلاة. يعني عند فرد عقيدة معينة، وحتى المادية، يعني المسألة فطرية الآن، حتى المادي اللي ينكر الوجود بالمرة ترى من يمر في مواقف صعبة جدا وينقطع الرجاء بالوسائل المادية، بالتأكيد أن هناك فرد وازع بداخله في نفسه أن هناك قوة غيبية تدفع عنه. بس هو شنو القوة؟ ما يؤمن بيها، لكن يعرف أن هناك قوة خفية غيبية أكثر من إمكانياته وطاقاته ممكن أن تجلب له الخير وتدفع عنا الشر. فإذا كان الموضوع بهذا الشكل، إذن الله تبارك وتعالى يريد أن يقول أن الشرائع السماوية تكفلت بحرية العقائد، لا إكراه في الدين. طبعا الآية يروها فرد سببين بأراء، سبب منهم اللي يروي الطبرسي بمجمع البيان رحمة الله عليه، ويروي صاحب تفسير المنار نفس التوجه، يقولون أكو رجل كان في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنده أولاد اثنين، هذول الأولاد الرجل يسموه أبو الحسين، يقول أولاده من خلال علاقتهم التجارية مع بعض النصارى اللي يجون من بلاد الشام، حركة تجارية كانت تجار وشيء، صارت علاقة بين أولاده وبين التجار النصارى في الشام، فمن خلال العلاقة تأثروا بعقيدتهم تحولوا إلى النصرانية. بس من تحولوا للنصرانية صاروا يمشون معهم، قالوا لهم مو تعرف تصير إغراءات، أنطيك بيت أنطيك أموال أنطيك شيء، كل شيء له شواهد هسه، كل شيء يعني إيش تقرأ بالتاريخ وكأنما إحنا يعني نعيش اليوم، يعني تفاصيل نفسها. فرد مكان من الأمكنة المقدسة ما يسعني التصريح 100%، رادوا 60 متر استملاك حول الحائر، يعني استملاك 60 متر يعني توسع للمرقد للمقام للشيء، كان قيمة المتر 3 ملايين دينار عراقي، 3 ملايين دينار عراقي يعني ضمن اليوم، يعني سعر اليوم. جت جهة من خارج الحدود دفعت 30 مليون بس لتطول دولة،
يبقى إلكم، هو يبقى الملك إلكم، ونعطيكم 30 مليون بالمتر الواحد بدل 3 ملايين بس لتطول دول يوسعون المسجد أو المرقد أو المقام أو المكان. فالمهم الإغراء المالي موجود ترى قبل واليوم نفس الموضوع. فشاهد الحديث ذولا من عرضوا عليهم إغراءات مالية وصاروا يأخذون معهم، إجا أبوهم قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال يا رسول الله كن نمنعهم هذول، لأنه إذا راحوا هذول مسلمين وراح يتحولون إلى نصارى سأكون كثير من الناس يتأثر أحيانا أن فلان غير عقيدته، مو نتيجة شنو؟ نتيجة المال يعني، مو أكو عرض، أكو إغراءات، أكو صناديق مفتوحة وبعطاء سخي جدا، وتشوف لك واحد يحول عقيدته. أنا أشوف لا يتأثر الواحد، ما زاد حنون في الإسلام خردلة، ولا النصارى لهم شغل بحنوني. فإجوا للنبي قال له يا رسول الله دول أولاد اثنين وإحنا كن صدر أمر أن يمنعوهم بالقوة. إذا دول قلت لك صاحب تفسير المنار والطبريسي بمجمع البيان يقول لا، نزلت الآية بهذا السبب، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يؤمن بالله. يعني أسا بعد ماكو داعي أن تجيبهم بالقوة، هذا رأيي، وخلاهم براحتهم أن العقيدة تكفلت بحريتها السماء. الرأي الثاني اللي علي أغلب الجمهور أن المسألة مو يم هاي الحادثة، وإنما بشكل عام المسألة تخص اللي يسموهم مسلمة الفتح. هذول شنو مسلمة الفتح؟ طبعا أكو ناس كانوا مصرين على الشرك وكانوا يستخدمون كل إمكانياتهم ضد الإسلام، أبو سفيان وأمثاله. هذول لما فتحت مكة وسقطت أمامهم الخيارات، بقى ما أمامهم إلا خيارين لا ثالث لهما، إما أن يقتل وتصادر أموال اللي عايش من أجلها، وإما أن يقول لا إله إلا الله ويحقن دمه ويحفظ أمواله. فهذا هو وضع عايش من أجل المال، يقول مو لا إله إلا الله، شلون هذا اللي يقول ألف مرة قبان ولا مرة الله يرحمه؟ يعني هذا إذا مات وراحت الأموال عليه من تعبان، عليه من مشتغل، فاضطر أن يقول كلمة التوحيد لا إيمانا بالتوحيد وإنما دفعا للمضرة المادية. فدول شو يسموهم؟ يسموهم مسلمة الفتح. فشو يقول الجمهور عليهم؟ يقول هذه الآية تقول أنه أنتم بعض المسلمين يتعامل معهم بشيء من الحساسية، ما كل أسلموا سابق وهاجروا إلى المدينة وقدموا تضحيات معينة، من يتعاملون مع هؤلاء يتعاملون بحساسية أن هذا مشرك، أن هذا قاتل، أن هذا في يوم من الأيام قتل حمزة، هذا مثل بفلان من الشهداء، الآن قال لا إله إلا الله أنا أتعامل ويا معه كمسلم. هنا الجمهور يقول بلى، أن الإنسان يكون يتعامل معه على ظاهر إسلامه، يعني على ظاهر إسلامه ما يسجل عليه نقطة ضعف، لأن الإسلام يجب ما قبله كفى، قال لا إله إلا الله لا خلص، لا إله إلا الله حسني ومن دخل حسني أمنه من عذابي. طبعا هذا التصور كلش لطيف لو يصير تطبيقات عامة، يعني مع كل الناس مثل ما تتعامل مع المسلمين على هذا الشكل المفروض تتعامل أيضا على أساس مذهبي أيضا بهذا الشكل. هذا لا، من تجي الآن على شكل مذهبي تلقي هاي الفكرة غائبة عن أذهانهم، من تقول أنا مثلا من الإمامية شيعي بدأت الشتائم والتكفير والانتقاص، ليش؟ مو هذا أنت جاي تقول لا إله إلا الله وأنا أشاركك بالقواسم المشتركة، الرب واحد والنبي واحد والكتاب واحد والقبلة واحدة والمنبع واحد هو نبع السماء، ماكو واحد جاب فكر من جيبه. لا لا، تبدي أنت حتى إذا تريد تصير منصف بالكلام تقول له غاية ما في الأمر أني أختلف معك ببعض جزئيات العقيدة، أنك أن عقيدتك قائمة على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم التحق بالرفيق الأعلى ولم يوصي واتفق المسلمون على خليفة من بعده، أنا عقيدتي قائمة على أن من مات بلا وصية مات ميتة جاهلية، وحتى لو من عوام الناس عليه أن يوصي، أقل ما يوصي أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وأن الموت حق والبعث والنشور، فذ وصية بسيطة هذا لأبسط الناس. فما رأيك بمعلم الإنسانية؟ أنا ما أعتقد أنه مات ولم يوصي، بل قائم عقيدتي وعندي الأدلة النقلية والعقلية التي تشير إلى وصية النبي، ولكن الوصية طمست خلاص.
اجتهادك هذا واجتهادي هذا، وعند الله تحتكم الخصوم. فالآية الكريمة نزلت بها الرأي، الرأي يقول بأبي الحسين وأولاده حصرا، ورأي يقول لا بعامة المسلمين أنكم دول مسلمة الفتح اللي إجوا وأسلموا بعد فتح مكة اتعاملوا ياهم ويستشهدون بالآية الأخرى، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات، يعني دول أخوتكم بالدين بكلمة لا إله إلا الله. فالآية الكريمة تقول لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، كأنما القرآن الكريم يريد يقول لا داعي لاستخدام القوة بعد إزالة الضبابية. موسى أنت القوة منو يستخدمها؟ تسمع دعاء الإمام علي بن الحسين سلام الله عليه عندما يقول إنما يحتاج إلى الظلم الضعيف. الضعيف شنو هو؟ اللي تنقص الحجة، اللي ما عنده دليل يعمد إلى منطق القوة. يتقدم موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام لفرعون، يطرح البينة، بعد ما يطرح البينة والسحرة شافوا أن هذا مو فعل ساحر وإنما هذا إعجاز. أول ما خر السحرة سجد، شنو الجواب اللي رجاهم من فرعون؟ لا أقطعن أيديكم وأرجلكم. ليش؟ آمنتم به قبل أن آذن لكم. صادر حرياتهم بمنطق القوة. هو خوله عند فرد نوع من منطق الحجة، لا أدلى بحجته، لكن عرف أن الحجة وصلت إلى طريق مسدود ألقم بحجر بالإعجاز الإلهي، عمد إلى منطق القوة. فالقرآن يقول إحنا حجتنا قوية، ما نحتاج بعد إلى استخدام السيف. إبراهيم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام لما صارت المحاججة مع النمرود قال له ربي يحيي ويميت، قال له أنا أحيي وأميت، جيب اثنين هذا ذبحوا هذا اطلقوا، هذا موت هذا أحييته. تفت إليه إبراهيم قال ربي يأتي بالشمس من المشرق، إذا أنت راب كما تدعي فأتي بها من المغرب. بهت الذي كفر، طيب هذا بهت صار أمام خيارين، إما أن يقول لا إله إلا الله فأخذته العزة بالإثم، وإلا بعد حجة ما عنده. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، عمد إلى منطق القوة لأنه وصل إلى طريق مسدود، وإلا بعد إزالة الضبابية ووضوح الرؤية ما كدا إلى استخدام السيف. ولذلك نشوف علي بن أبي طالب، ليش؟ لأنه حتى أصلا استخدام القوة، ترى استخدام القوة يؤدي أثر سلبي. ليش؟ لأنه أنت إذا صاحب عقيدة ويستخدمون معك القوة أنت تترسخ عقيدتك أكثر. شلون يعبرون عن العلماء؟ كل بسمار، كل ما تدق عليه بالجدار كل ما يترسخ أكثر. يوم من الأيام يوسف على نبينا وعلي وعليه أفضل الصلاة والسلام مو دعوة إلى الباطل، قال لهم عمي أنتوا تملكون جسدي، نعم أنت عندك قابلية أن تأخذ جسدي تمثل بي تشرح بي، لكن الروح تبقى حرة طليقة ما تقدر تتصرف بيها، فما ممكن تجي عقيدة تملأ علي بالقوة. حتى وإن استخدمت معي كل الأساليب القذرة أنا راح أتمسك أكثر. شفتوا يمكن في زيارة الأربعين، مو خير دليل على 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 ما نقول زيارة الأربعين للحسين سلام الله عليه، مو تشوفون من صير مؤامرات خبيثة، قتل وتفجير وسيارات مفخخة، مو زيد الناس إصرار؟ مو فرد يوم من الأيام طلع واحد بالتلفزيون بالفضائية قال له أنت شلون جيت؟ قال له والله أنا جيت مشيت مشوار، أنا جيت بعمري وحدي أول الأمر ومشيت ما شاء الله مسافة طويلة، بس من صار انفجار وصاروا ماتوا مجموعة من الزوار رديت جبت عيالي وجيت. هو طلع بعمره أول مرة، لكن من صار انفجار راح جاب عياله. إذن هذا الانفجار أنا عبالي عباله هو اللي خطط وفخخ وحط السيارة وجاب العبوة، عباله أن اللي حيصير عامل تروح الناس تشر توخر ما تجي للحسين، بينما زادتهم إصرار. تطلع ابنية جريحة في عز الشباب بعز الصباع عمره 16-17 سنة يقول الحمد لله على السلامة، تقول له فدوة لتراب العسين، شو الحمد لله على السلامة بفطرة سليمة ما عاد يخوف القوة بعد ما تخوف منطق القوة، إلا المفروض بمنطق العقل بمنطق الحكمة. منطق القوة قد يبزق الجسد لكن العقيدة تبقى حرة لأنها داخل الروح مسكنها الروح. فشاهد الحديث قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. شنو الطاغوت؟ طاغوت واحد يقول أن الطاغوت هو كل صنم يعبد من دون الله، يعني الإنسان يتأمل
بعد ما هو من الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه، كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. كل ما تطور قابليات الإنسان العلمية، العلم يقود إلى الإيمان. كل الإنسان يستخدم عقله استخدام أمثل، يجي له إلى صنم يشوف الصنم يقدم له قربان، يجي واحد فرد يوم فعلا للصنم ماله وجايب له قربان سنوي، وصل لقى الصنم عليه ثعلب أجلكم الله واو جايبول على الصنم، وصفن قباله استاذ ليش جايب له القربان؟ حتى يتوسم به الخير، يدفع عنه شر، يجلب له خير. قال له رب يبول الثعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب. أنا جيت أنت تدفع لي الواوي ما طردته. ولذلك القرآن الكريم يقول يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. يقول هذول كانوا يجون للصنم يطلوب الزعفران، لما يطلوب الزعفران يجي الذباب يتجمع على هذا الزعفران يقوم يمتصبي، يترك بصماته على الصنم، يجون هم ينظفوا من جديد ويطلوب الزعفران. فيقول لهم القرآن الكريم ذولا لو بيهم حظ لكان دفعوا الذباب عن أنفسهم، مو الذباب يجي يترك فضلاته عليهم ويمشي وانت منتظر منه أن ينفعك. إذن الطاغوت كله صنم يعبد من دون الله. واللطيفة أن ذولا ليش يسموهم مشركين؟ ترى ما يسموهم كفار، مو كفر جحود، هو مؤمن بأن الله تبارك. ولذلك هم لما كانوا يتكاتبون يكتبون باسمك اللهم، يعني هو عنده إيمان بالله تبارك وتعالى، لكن يتقرب بالصنم زلفى إلى الله، يعني على اعتبار أن بعض المخلوقات الوضيعة الله يستقدر خلقها فكلف بها اللات وعزى هبل يخلقهم، هذا يتقرب بالصنم زلفى إلى الله. تجي هاي الناس الطناطلة هاي المتأخرة وقال لك إيه دول شأنهم شأن المشركين، يتقربون إلى الله زلفى ويزورون إن هؤلاء بالمعابد والزيارات والمراقد يقبلون الحديد ويقبلون الحجار وإن هذه حجارة لا تضر ولا تنفع لكنهم مشركون يعبدون من زمونك الحكي يعني. وبكيفك يعني أنت إذا شايل حقد على آل الرسول يعني تريد تعكس حقدك علي يعني؟ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. كل الأنبياء الآن لما تقرأ التاريخ الأنبياء تقرأ القرآن الكريم كل الأنبياء يقولون إن أجري على الله، أنا ما أريد منكم شيء، لكن النبي قال أجري على الله، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، والمودة أني أفرح لفرحك وأحزن لحزنك. يجي مناسبة من المناسبات أقف على قبر الولي أستذكر التضحيات أستذكر الجهاد أصلي لوجه الله. أنا ما في يوم من الأيام واحد زار يمكن صلى الركعتين للحسين، مو اللهم إني صليت وركعت ومدني اللي تقولهم بعد صلاة الزيارة وغيرها، اللهم إني صليت وركعت وسجدت لك وحدك لا شريك لك لأن الصلاة والركوع والسجود لا يجوز إلا لك لأنك أنت الله لا إله إلا أنت، وهاتان الركعتان هدية مني لسيدي ومولاي. أنت مو تعطيني ثواب عليه يا ربي ذن ركعتين أنا صليت بين ثواب لو ماكو؟ مو من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا هذني اعتبرهن مثقال ذرة بهن خير، أنا توجهت إلى الله وصليت هذني ثوابهن هدية مني لسيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين، اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبلهما مني وأجرني عليهما وأبلغه مني أفضل التحية والسلام. بلى بربك تفتح تقول لي وين الكفر بها؟ ده صلي عقيدتي ستنورني. إذن أنا لما أزور الإمام المعصوم تضعني بمفهوم الشرك كما يصلي الإنسان للات وعزى وهبل وينحني أمامهم في جوف الكعبة. هسه بعد هذا الاستخلاص بعد المقدمة السريعة عن الآية الكريمة يظهر أن هذه الآية بمثابة رد على الإعلام الصليبي الآن ولا زال يعني من زمان مكتوب واليوم لحد الآن بعد ردها السمفونية أن النبي نبي الإسلام هو نبي الحرب والنساء،
شلون يعني نبي الحرب والنساء يتزوج؟ هو تزوج أرجوك يعني، أنت خليك واقعي منطقي، هذا لو يحترم عقله. هو اللي يتزوج أم سلمة رضوان الله عليها، هذا يعتبر نبي يتفكه بالنساء؟ تقدر تسميه يتفكه بالنساء؟ امرأة كبيرة السن يائسة، ترى مو وصل إلى حد اليأس، كانت زواجاتها كلها زواجات إنسانية، يعني زواجات إما إنسانية وإما سياسية. وإلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكبر وأكبر وأكبر من أن ينزل إلى مستوى الغرائز. مو تقول عنا عائشة إذا دخلنا العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك طوى النبي فراشه. يطوي فراشه، بس هذا الكلام منين؟ هذا الكلام من كثرة الروايات اللي كانت هابطة، مو بالمستوى المطلوب، مو كان يطلع يسجد إلى الله تبارك وتعالى في جوف الليل وتطلع وراء عائشة تخشى أن يكون دخل إلى زوجة أخرى. هي تقول رجع إلي فرجع وجدته مستلقيا واضعا خده الأيمن على الأرض ويناجي ربه، وتروي الرواية طويلة، ثم تقول أنا رجعت إلى فراشي، فلما رجع هي سوت نفسها نائمة كأنما، بس الإنسان متحرك نفسه يبين عالي، يعني سألها وإذا بيتفتش وراء وتعقب شدة الغيرة. مو بدأت تنحار بعض الأحاديث، يأخذ المستشرق والإعلام الصليبي سوها أن النبي نبي الحرب والنساء. وإلا حتى معركة بدر، ترى كل حروب المسلمين كانت حروب دفاعية، حتى معركة بدر هي تسميها دفاعية. ليش؟ أولا قريش هم شنو كان؟ كان أبو سفيان راجع بقافلة من الشام تقدر ب50,000 دينار تجارة لقريش، 50,000 دينار قوة شرائية ضخمة إلى هذا الرقم كان في ذاك اليوم. أولا قريش صادرة أموال المهاجرين، ومن حقهم دولة أن يستردون أموالهم، مو ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى، يعني استرد أموالك منه، إذا ما أعطاك أموالك بالأمروة تأخذها بالقوة، هذه واحدة. واثنين قريش استخدمت كل إمكانياتها وكل طاقاتها ضد الإسلام، وعلى المسلمين أن يوقفون جماح قريش، فصارت المسألة مسألة دفاعية، وإلا ما عندها مشكلة. لو قريش ما عندها عدوان على النبي، أصلا النبي ما يستهدفه، ولذلك النبي ترى ما بدأهم بقتال أبدا. أخاف يعني روح أقرأ التاريخ وشوف، ما بدأهم بقتال بالمرة. فهي صلى الله عليه وآله وسلم وطلع، وصل الخبر إلى مو كان الخيار ما بين العير والنفير، وصل الخبر لأبي سفيان أن محمد استهدف القافلة. إسا منين وصل الخبر؟ مو هنا يجيك واحد، مو احنا اكو مطبات كون ما نعبرها بسهولة، يعني الخبر منين وصل؟ النبي مو تهيئ بالمدينة، مو الفرق بعيد، وكان يمشي ابو سفيان جاي من الشام وعنده قافلة ومستقر، والنبي تهيئ في المدينة وهيئ المسلمين. الخبر منين وصل لأبي سفيان؟ مو يجيك واحد بطران وقال لك كل المجتمع المدني كان يمتلك الحصانة، كل المجتمع المدني كانوا خوشوادم، كل المجتمع المدني كانوا صحابة وموثوقين. إيه طيب هذا الخبر منين وصل؟ غير أكو تيار من النفاق كان يعيش إلى جنب النبي. أوصلوا الخبر لأبي سفيان أن محمد يستهدف تجارتكم، غير طريق القافلة، وأرسل لقريش أن هذا الاستهداف حاصل، كونوا تدافعون عن أموالكم. هسه طبعا قبلها بكم يوم عاتكة بنت عبد المطلب سولفت للعباس بن عبد المطلب، قالت له يا أبا أنا البارحة شفت بالمنام كأن ناعي دخل إلى قريش يصيح بنص مكة، ناعي ينعى شيوخ قريش وجاء قريش، وأنا أخاف هذا الناعي الصايح يعني تشاءمت منه أكو فد مشكلة. فقالهم العباس بن عبد المطلب قال أبو جهل قال يا سبحان الله، هذه النوب نبية آل عبد المطلب، بس احنا نبي ما خلصنا منه النوب تطلع لنا نبية. والحمد لله فعلا المنادي إجا ورا يوم ثلاث، أدركوا قافلتكم يا قريش. تهيئت قريش شيبة وعتبة والوليد يقودوها، أبو جهل وأبو سفيان بكل أموالهم بكل ثقلهم، بس أبو سفيان ما حضر للمعركة لأنه كان أهم، يقول شرفي وكرامتي بالمال. صار اللقاء عند عيون لبدر، وبدر ترى رجل من جهينة، هو اللي حفر البئر وسميت المنطقة باسمه، سمي البئر باسمه، صارت المواجهة بهذا المكان. طيب المواجهة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت إمكانياته متواضعة، ماكو إمكانيات، 313، ومن تحسب يعني يقولون المؤرخين، يجمع المؤرخون على أن هناك فرس واحد للمقداد، أو أكو رواية تقول ما هذا إجماع، أما للزبير بن العوام واحد يقول عنده كان فرس واحد يقول ما عنده. شوف الإمكانيات قد متواضعة،
من الدروع ثمانية، من السيوف كذا، أعداد بسيطة يعني، ناس طالعين شلون تقول بالقصب وبالآلات البسيطة الحادة، لكن إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الشيخ المفيد قدس الله نفسه، الشيخ المفيد يروي بالاسم مو بالرقم، بالأسماء 36 من قريش من قتلهم علي بسيفه. الله تبارك وتعالى بمعركة بدر عد ما ينقلها أن الله ممدكم مو بملائكة والملائكة وسيوف الناس 34 وبسيف علي 31 بالاسم يرويهم الشيخ المفيد. طبعا الناس تضايق من هذا الموقف، ومتسافل الدرجات يحسد من على، وإلا ما ممكن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبنى له عريش من القصب والخشب وتربط إلى جنبه النجائب. تعرف شنو النجائب جنابك؟ جياد الخيل، حتى إذا صارت الدائرة على المسلمين النبي انهزم. ليش مو انهزموا عنا بمعركة أحد؟ كسرت الرباعية وشجت الجبهة وسالت الدماء على لحيته الشريفة، ولم يكن إلى جنبه إلا علي بن أبي طالب، كلما داهمته كتيبة قال ردها عني يا ابن أبي طالب، وجبرائيل إلى جنبه قال يا رسول الله هذه هي المواساة. الصحابة ماكو هذا المواساة. علي بن أبي طالب سيف معوج وقتل حملة الألوية من بني سبع بني عبد الدار 7، قال إنه مني وأنا من، فقال له جبرائيل وأنا منكما، ثم عرج إلى ما بين السماء والأرض ونادى بصوت يسمعه كل مستيقظ لا فتى إلا علي لا سيف إلا ذو الفقار. أول معركة وأم الوقائع وأم المعارك في عصر الرسالة هي اللي وضعت المسار الصحيح للأمة. وإذا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يجلس في عريش من الخشب في مؤخرة العسكر، تشوف الروح الجهادية. وحتى الماء ترى بالمناسبة أبدا يستبعدون المنصفين أن النبي مو الآن يشوفوا المسلمين بالرسالة بالفيلم، يعني من تجي وتشوف ذولا يدبون حجار موجي وسدوا آبار الماء، محال أن النبي استخدم الطريقة القذرة، طريقة قذرة أبدا مو من أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أنا لما أزور الحسين أقول له السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، اللهم صل على محمد وعلي محمد. شنو ورث عن النبي؟ ذهب فضة. ورث عن النبي القيم والمبادئ، ألف فارس بقيادة الحر الرياحي. يشوف الطبري يقول الحسين أروى الخيول، حتى الخيول مو بس الفرسان، ورش في الخيول وضع على ظهورها الماء. هذا الخلق العالي منين أخذه؟ أخذه من اللي يطمر آبار بدر؟ ما ممكن، لو كان النبي طمر آبار بدر لما نفذ الحسين هالمكرمة الأخلاقية مع جيش الحر الرياحي. ولذلك تشوفه يترجم أروع موقف عند ما صار القتال وصارت المواجهة، يقدم أول ما قدم أهل بيته، يريد يقول للناس ترى إحنا ما طلعنا نتاجر بدماءكم، ما طلعنا نقدمكم تضحيات وإحنا نقعد خلف الكواليس. اللهم نسألك بجلال وجهك الكريم، ونتوسل إليك بأحب الخلق إليك بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين. صل على محمد وآل محمد، وفرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو أقرب من ذلك. آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اجعل عاقبة أمورنا إلى خير. اللهم احفظ وأيد وسدد علمانا، انصر من نصر الدين. اللهم اشفي كل مريض. اللهم اقضي دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروه. لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور.